السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا دايما بخير. بسيط، بتقدم لكم في الفيديو ده طريقة إعادة ضبط المصنع للهاتف سامسونج جالاكسي A20. بنحذر يا جماعة، الطريقة دي هتقفل التليفون على حساب جوجل. إن شاء الله هتلاقوا رابط لفيديو تاني أسفل الفيديو لطريقة تخطي حساب جوجل لنفس الهاتف إصدار أندرويد 9. إن شاء الله في الفيديو هتلاقوا إن التليفون مقفول بنمط، وعلشان نعمل إعادة تشغيل للتليفون هنحتاج إن احنا نفتح النمط. طيب احنا ما معناش النمط دلوقتي، هنعمل ايه؟ انت المفروض هتضغط على زرار الباور وزرار خفض الصوت، بس هتحاول تخلي الشاشة ما تقفلش ما تضلمش علشان تعرف ان كان الجهاز عمل اعادة تشغيل او لا، زي ما هنشوف في الفيديو دلوقتي ان شاء الله. طبعا احنا مش عارفين رمز قفل الشاشة، هنضطر ان احنا نضغط على زرار خفض الصوت وزرار الباور الاتنين مع بعض ضغطة مطولة، وفي نفس الوقت هنحاول نخلي الشاشة ما تقفلش زي ما احنا شايفين قدامنا في الفيديو. العملية اللي جاية هتحتاج سرعة. اول ما الشاشة تضلم هتسيب ايدك من على كل الزراير، وبعدين تنقلها على زرار رفع الصوت وزرار الباور ضغطة مطولة. اول ما شعار سامسونج يظهر هتشيل ايدك من على زرار الباور وتفضل ضغط على زرار رفع الصوت، هتظهر لنا الشاشة ديت بزرار خفض الصوت. هننزل على اختيار ويب داتا فيكتور ريسيت، وبعدين نضغط اوكي بزرار الباور، ننزل على يس ونضغط اوكي، وبعدين نختار اول اختيار بزرار الباور. الجهاز هيعمل اعادة تشغيل. يا رب الفيديو يكون عجبكم. اي استفسار اي مشكلة طرق التواصل اسفل الفيديو.